على كل مشاهدينا في كل مكان في حلقة جديدة من إن بوكس برجك. إيه اللي بتنورنا فيها دايما خبيرة علم الفلك والأبراج سابي. سابي النهاردة هنتكلم معاها عن برج العقرب تحديدا، إزاي بيتعامل مع كل برج سواء راجل أو ست. الاول نرحب بسابي. ازيك يا سابي؟ ازيكم؟ ازيك يا سابي؟ عامله ايه؟ انت كمان بقالي كتير ما طلعتش معاكي، فمبسوطه قوي ان انا رجعت تاني. تمام الحمد لله. نبدا بقى بما اننا في موسم برج العقرب، نتكلم عن برج العقرب ازاي بيتعامل مع بقيه الابراج. زي ما قلنا الاول ان برج العقرب راجل او ست من الشخصيات القويه جدا، وبيعتبروا في الراجل وفي الست ليدر، اذكياء، اقوياء، كل حاجه حلوه جدا جدا اللي هم يعملوا كيان. واغلبيه بيبقوا الوزراء ورؤساء الدول ورجال الاعمال بيبقوا دايما برج العقرب. اوكي. الست العقرب اقوى بكتير من رجل العقرب. رجل العقرب قوي بس طيب، يعني تحس ان هو مسالم. ست العقرب ما بتعديش اي حاجه تحصل كده، يعني لازم تعاقب حتى لو هتتاخر شويه، بس لازم تعاقب. اوكي. رجل العقرب ممكن يعني يعاقب بس من خلال حد، مش هو. يستخدم حد لكن مش هو. انما الست، الست هي مش كده، بس دايما بتلاقي موقف او سيناريو يخليها ما تبقاش غلطانه. بتخطط، يعني بتعرف تخطط. لا هي ذكيه، هي ما فيش يعني من الابراج الذكيه 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 جدا 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 والناجحين جدا. طيب سابي، لسه مكملين كلامنا عن برج العقرب، بس معانا اول تليفون من سما. اوكي يا سما، ازيك؟ الو، مساء الخير. مساء النور، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. انا بس كنت عايزه اسال على 19/9. واحد ولا واحده؟ راجل ولا ست؟ لا بنت انا. اوكي. اوكي. 19/9 بالنسبة للارتباط. اوكي. 19/9 هي اخر برج العذراء، وبتاخد من الميزان. هي شخصية مترددة، او هي الفترة الاخيرة من كتر اللي شافته. اوكي. بقت قلقانة، بتفكر كتير، متوترة، مترددة. بقول لها الفترة اللي جاية عندك حلوة جدا جدا، لان هي واخدة من الميزان. فبقول لها الفترة اللي جاية عندك حلوة جدا جدا، واي قرارات عايزة تاخديها خديها، ولو في حد جديد في حياتك هيبقى اوكي، لان هي خارجة من حياة قديمة. اوكي. وداخلة حياة جديدة بكل معانيها، يعني عندها نقل من مكان لمكان، سواء شغل سواء بيت. عندها حتى الصحاب اللي في حياتها كلهم ناس جديدة، لان هي مبقاش عندها طاقه للناس القديمه. عندها حد جديد هيظهر في حياتها. عندها تخرج من حياه قديمه لحياه جديده. فبقول لها الطميمة ما تخافيش. طيب تقلقيش بقى يا سام. شكرا ليكي. شكرا. نرجع تاني لبرج العقرب. اوكي. برج العقرب من الابراج قلنا الاذكياء والقويه جدا، بس هم بقالهم من اخر 2015 لغايه دلوقتي وهم الدنيا عندهم مش مظبوطه خالص. اوكي. فكريا ونفسيا وكل حاجه، تحس ان هم كان عندهم حاجه غلط، مش ايامهم، الدنيا عندهم مش مظبوطه خالص. الفتره الجايه من بعد شهر 3/2020 المفروض الدنيا هتبتدي تظبط، بس هم المفروض يتغيروا، يعني يعملوا ابديت، لان هم دماغهم وتفكيرهم الفتره اللي فاتت مخلياهم محلك سر، مخلياهم ما بيتحركوش. يمكن يكون الراجل اتحرك شويه او اختلف شويه عن الست، لكن الست محتاجه انها تعمل ابديت في كل حاجه. طيب ايه الابراج بقى اللي عندها حس فني؟ حس فني بالنسبه للعقرب. بص، هو العقرب اذكياء جدا، بس يعني خلينا نقول ان الست تقيله شويه في ده، لان هي بكيزه. اوكي. يعني ايه بكيزه؟ يعني هي حد عارفه بكيزه هاني من الدرماني. انفا. لكن الراجل تحس ان هو دايما بيعمل ابديت، يعني اسرع. الراجل اسرع من الست. اوكي. الست الراجل العقرب اسرع من الست. يعني راجل العقرب تحس ان هو بيعمل ابديت، مش مستني حد يقول له حاجه، او بيذاكر. بيذاكر كتير، بيقرا كتير، بيثقف نفسه كتير، مش محتاج لحد. اوكي. لكن ست العقرب محتاجه كروح حواليها علشان يدوها الطاقه، مش الطاقه، عشان يدوها برستيجها، لان هي بتحب الكيان، يعني بتحب تبقى تحس انها بكذا فعلا، وفي خدم، في ناس، في صحاب، في هاله. اوكي.
راجل العقرب ما بيحتاجش لده خالص. هو بطوله بيعرف يعمل كيان، مش محتاج لحد، لكن هي بتحب الفخامه، بتحب الجاه، انه الناس كتير تبقى حواليها. طيب سيبي، احنا لسه نكمل كلامنا معاكي، ولكن هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل ان بوكس برجك ايه. ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين ان بوكس برجك ايه مع خبيره علم الفلك والابراج، والنهارده بنتكلم عن برج العقرب. سابي، قبل ما نرجع لبرج العقرب خلينا ناخد رسائل من اللي جات لنا. أوكي. اول مسج بتقول الحوت 8 مارس عاوزه اعرف عن العمل والزواج، انا مطلقه. 8 مارس الاسد ده الحوت ده يعني هو الحوت بيور، يعني مش واخد حاجه من حد خالص. بقول لها حاولي تتغيري او حاولي تغيري تفكيرك، لان الحوت ست، الحوت ست قويه جدا، جميله جدا، جبل، بس هي عامله زي الصعايده، تحس ان هي عندها مبادئ متزمده او عندها يعني فكر معين هي فاكره ان هو ده الصح. ما تعرفش ان كل يعني كل الفتره الزمنيه ممكن نتغير او نغير من نفسنا شويه عشان الدنيا تمشي، هي دي مشكلتها. فبقول لها ما تقلقيش، بس لسه الدنيا شويه يعني يخلص شهر 11 والدنيا عندها تظبط. طب بالنسبه للشغل؟ عندها انتقال من شغل لشغل، او راحه مكان جديد، او راح او عندها يعني هتعلى في الشغل اللي هي فيه، اما راحه مكان تاني جديد. لكن ما تقلقش خالص، لان الحوت من الابراج ان شاء الله 2020 عندهم علا والدنيا هتختلف معاهم 180 درجه. طب الحمد لله. الحمد لله. معانا مسج تانية، واحدة عايزة تعرف هي 29/6 وجوزها 2/3، عايزة تعرف حياتهم مع بعض وعايزة تعرف الشغل بالنسبة له. هي 29/6 هي سرطان، بس هي جوزاء سرطان، وهو كام 7؟ لا هو 2/3. 2/3 سوري، حوت. هي سرطان وهو حوت، الاثنين ابراج مائية، ما يمشوش مع بعض. ما يمشوش مع بعض، لان هي شخصيتها اقوى. هي شخصيتها اقوى، وبعدين يعني دايما راجل الحوت بتحس ان هو طول الوقت هادي كده، زي مخرجنا الجميل خالد، بنسلم عليك يا خالد. هادي كده، عبده الرايق، بيحب ياخد وقته قوي، رايق جدا. يحب ياخد وقته، ياخد تفكيره، ما بيحبش حد يصربعه في حاجه. لكن هي بتجري، فهتحس ان في فجوه. طب وبالنسبه لشغله؟ شغله هو فعلا برج الحوت، يعني بنسبه 90% او 85% من برج الحوت بقالهم فتره زمنيه طالع عينهم. يعني داخلين على 8 سنين شغل بس. يعني كل يعني يا اما لازم في وجع في حته. لو في شغل كويس تلاقي وجع في حته تانية، لو في وجع في حته تانية. فان شاء الله السنه الجايه عندهم حلوه، بس يتغيروا او يغيروا فكرهم شويه. يعني هو يغير من فكره عشان يعني يحصل حاجه كويسه في شغله، عشان كل حاجه في حياته مش شغله بس. يعني لان يعني ساعات كده هو مثلا بنبقى واقفين في زاويه معينه، اوكي، بتدينا حاجات كتيره، الزاويه دي خلاص اللي عندها ادتهولنا، مفيش حاجه عندها تاني تدهولنا، نغير بقى. فلازم نقف في زاويه تانيه، نغير الزاويه شويه او نتحرك شويه في حته تانيه او فكر جديد، يعني علشان نشوف الفكر الجديد ده هيدينا ايه، لان كل حاجه ليها فتره زمنيه او ليها يعني فتره بتديك اللي عندها وبعد كده خلاص. هنفضل واقفين محلك سر كده مكاننا ومفيش اي حاجه خالص، ونقول حظنا وحش، احنا مش عارفه ايه، لا احنا الغلط عندنا احنا. يعني نتطور مع كل فتره، نتغير، نغير الفكر بتاعنا. طيب في كمان مسج من رانيا بتقول 18/6/1996 عاوزه اعرف كل حاجه عن برجي. 18/6 هي برج الجوزاء، بس هي اخر 10 ايام فبتاخد من السرطان. ان شخصيه قويه جدا جدا وعنيده جدا جدا جدا. هي يعني برج الجوزاء بوجه عام دايما، لو هي قاعده مع اهلها عندها اعتراض، لان هي اسرع من اهلها. دايما هي بتبقى سابقاهم فكريا، وبتبقى يعني حاسه ان هم هياخروها، حاسه ان هم هيعطلوها، اوكي، سواء بقى هي لسه عايشه معاهم، سواء متجوزه منفصله، سواء حتى مع جوزها، دايما
ست الجوزاء دايما نصيبها في اهلها وفي جوزها هي بتبقى اقوى. اوكي. فهي مشكلتها ان هي سريعه، مشكلتها ان هي بتجري، مشكلتها ان هي بتفهم بزياده، ذكيه بزياده، دايما باصه هناك قوي، فما بيبقاش عندها رضا قوي. يعني وهي دايما ده اختياراتها، يعني مثلا نقول ما حدش فينا بيختار اهله، لكن الزوج احنا بنختاره. صح. اوكي. هي دايما بتجري ورا اختيار ان هي حد تمشيه او حد تبقى مسيطره عليه. بعد شويه بتزهق منه او ما بيعجبهاش، بس ده بيبقى اختيارها هي. فبقول لها دايما حاولي اللي تفكري فيه اعملي عكسه. اوكي. حلو قوي. معانا مسج من سعاد 11، عايزه تعرف كل حاجه. 11 الجدي، ست الجدي ديت يعني او بنت الجدي، عارفه الشمعه اللي بتحترق من اجل الاخرين؟ فظيعه جدا 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 جدا. بقول لها حبي نفسك. حبي نفسك وبعدي بقى على الناس، وان انت عماله تعملي هنا وهنا 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 وعمالين يضحكوا عليكي وفي الاخر ما بتشكريش، يعني محدش بيشكرك. صح. فبقول لها تغيري برضو، ده من الابراج اللي لازم تتغير او تبص لمصلحتها شويه، علشان هي عايشه في الدنيا تخدم صحابها، همها على شغلها بزياده، يعني تحس ان هي شغاله مكان 7 اشخاص. فبقول لها حبي نفسك شويه وفوقي لنفسك، علشان قدام شويه انت هتندمي على اللي انت بتعمليه، لان دايما برضو اختياراتها غلط، دايما بتختار الناس الغلط. صح. بنسلم على على شخص. على شخص. طيب في مسج تانية، مواليد 4/8، عايزة أعرف كل حاجة عن برجي، الدراسة والعاطفة والارتباط. ده ولد ولا بنت؟ بتقول عاوزة بنت. بنت؟ أوكي. بقول لها الفترة دي تخلي بالها، يعني من هنا لغاية 2011، أوكي، تخلي بالها، لأن الفترة دي عندها مش حلوة. أوكي. أحداث كتيرة هتحصل لها، لأن بعد كده جاية لها حاجة حلوة قوي. أوكي. فالفترة دي تخلي بالها، بلاش تبقى تاخد ردود، تسربع في ردودها، بلاش تتعصب في ردودها، بلاش يعني تهدى. تهدى على قد ما تقدر، أو ما تردش، أو تخفف من مقابلتها للناس. علشان احتكاكها بالناس هتخليها تبقى عصبية، هيخليها تتنرفز، هيخليها حاجات كتيرة تحصل. فبقول لها تجنبي ده كله بأنك تبعدي عن الناس، لأن الفترة اللي جاية عندك ارتباط جديد حلو جدا، وعندها شغل حلو جدا أو عقد هتمضيه، عارفة اللي هو ربنا هيرضيها من وسع. طب كويس، الحمد لله. طيب عايزة أعرف، هي 4/7 سرطان، وجوزها 7/6، وبنتها 1/6، ولا 6/1 عشان هي كانت بجد. عايز تعرف العاطفة والحياة ما بينها وجوزها، عشان ما بينهم مشاكل، فهي 4/7 وهو 7/6. أنا آسفة، هما مش هيكملوا، لأن هما البرجين ما ينفعوش مع بعض. لأنه مهما سرطان وجوزاء. لا، سرطان وجوزاء ما ينفعش. لا، يعني الابراج الهوائيه زي الجوزاء والميزان وال هو الجوزاء هوائي مش مائي؟ الجوزاء والميزان والدلو، يعني ما بنصحهمش ان هم يرتبطوا بحد مائي. لان يعني الجوزاء طول الوقت بيشغل دماغه وهو مش عارف هو عايز ايه، كل ساعه بحال، كل ساعه بحال. وهي من الابراج اللي بتبقى حط لها سيستم وتمشي عليه، او لو طلعت كلمه اعملها، او لو مش عارفه ايه، فهي دي هنا المشاكل. طبعا هي بتبقى يعني هي بتعمل باللي بتقوله وهو ما بيعملش ولا حاجه من اللي بيقولها، فدي الفجوه اللي ما بينهم والمشاكل. طب بنتها كانت 6/1. بنتها 6/1. بقول لها تختار كويس، لان دايما برج الجدي في البنات بيضحك عليها، يعني دايما دايما بتقابل حد بيستغلها او بيستخدمها. بتبقى شخصيتها بتبقى هي بتبقى من هي وهي بتحب بتبقى عامية، ما بتشوفش ده، بس دايما الشخص اللي بتحبه بيبقى متكل عليها قوي، او بيستخدمها في ان هي ممكن يبقوا مثلا زمايل، ممكن يبقوا في صحاب، في شغل، دايما يستخدمها ان هي اللي بتعمل كل حاجة. وهو واللي باين في الصوره ان هو اللي بيعمل كل حاجه. اوكي. طيب في مسج تانية، اسمي نجلاء وتاريخ ميلادي 6/11،
مش مخطوبة ومش مرتبطة، ممكن أعرف كل حاجة عن برجي وإيه الأبراج المناسبة ليا في الارتباط؟ 6/11 عقرب. أوكي. العقرب من الأبراج اللي أكتر أبراج مناسبة ليها الأسد والقوس. العقرب الأسد والقوس. طب هي الفترة اللي جاية إيه؟ الفترة اللي جاية عندهم انتقال من مكان لمكان. الفترة اللي جاية عندهم مرحلة انتقالية، يعني حياة جديدة في كل حاجة، عندهم سفر كتير. أوكي. بس ده لو هم غيروا الزاوية بتاعة تفكيرهم. عندنا العقرب وعندنا الحوت والجدي محتاجين ان هم يتغيروا، علشان هم يعني الجدي ظلمة نفسها. أوكي. العقرب عندها بيخليها تخسر. أوكي. الحوت يعني منبع الحنان والعايشة في الحب وعايزة الحب والحب كلها عاطفيا عايزة كل حب حياتها كلها تبقى حب في حب في حب. الكلام ده على الأرض هي قاعدة في مية البطيخ يعني. قولي لنفسك قاعدة في مية البطيخ. أنا قاعدة. طيب احنا قلنا نجلاء صح؟ عايزة أعرف كل حاجة عن 26/4، عن حظها في الايام القادمه ومدى التوافق مع برج الجدي. اوكي. 26/4 هي اول 10 ايام في الطور. بس تاخد من الحمل. حوت حمل ما تخافش عليها خالص، لانها ذكيه جدا وبتكتك وبتفكر وبتحسبها جدا جدا جدا، مش مقضيها كده. اوكي. الجدي طبعا ينفع مع بعض، يعني الطور والجدي ينفع مع بعض، بس هو عينه زيغ فهيتعبها، يعني ده بس العيب الوحيد اللي فيه يعني زيغه بس. بس فهي لو موافقه على كده تكمل، لان هما ينفعوا مع بعض. لكن هي بتبقى حد عامله زي يعني فورمال قوي، عايزه كل حاجه في مكانها، عايزه كل حاجه في مكانها زياده عن اللزوم. وهو طفل كبير زياده عن اللزوم. فساعات لما ست التور لما ساعات بتاخد حاجه عكسها بتنفع معاها شويه، لان هي بتحب دايما تبقى الليدر، تحب تبقى قايمه بدور الام والاخت الكبيره، حتى لو هي الاخت الصغيره، وان هي اللي تمشي سيستم البيت. ده برج التور. ست التور. طبعا التورة. حتى لو هي عايشه مع اهلها هتلاقيها هي اب وام لاخواتها وباباها ومامتها. ولو هي متجوزه هتلاقيها هي الاب والام هي رقم واحد، مش الزوج رقم واحد ست التور. بس انا بحس ان ست التور بتحتاج ان هي تعمل مجهود عشان ترتبط، او يعني الشخص اللي معاها عشان يتعبها. لا، هي بتبقى رسمه صوره معينه، هي بتحب الراجل اللي يطلع عينها. أيوة بتحب الكون. بالظبط. لا، هي بتحبش اي حد. هي بتحب، مش بتعمل مجهود، هي بتميل اللي عارفه اللي هو بيديها فوق دماغها. ايوه، ما هو ده اللي اقصده، بس عايزه اقول. لا قولي عادي. بس بعتقد ستات كتير يا سامي. لا بصي، في الستات القويه ما عينيها ما بتشوفش الناس الطيبه او اللي هم مش عايزه اقول ضعاف، هي عايزه الطيبين برضو بس اللي شخصيتهم اقوى منها. لا، ما فيش حاجتين بتكتمل. اوكي. هي عايزه اللي يطلع عينها. هي بتميل للي يطلع عينها عشان هي اتبهدلت. ممكن نقول للحاجه الصعبه مثلا. لا، ايوه بتحب الحاجه الصعبه. ما بتحبش الحاجه اللي هي تبقى موجوده، يعني مثلا المج هو كده موجود مش عايزاه، هي عايزه هي اللي تروح تجيب ازازه الميه او الميه وتعمل مجهود في ده، هي بتحبه. لكن الحاجه السهله او اللي موجوده متاحه طول الوقت ما تشوفهاش. صح. طيب في رساله تانية، 23/3 والراجل 18/9 بتقول كل عايز اعرف كل حاجه وهنكمل ولا لا وفي مشاكل كتير. اوكي. 23/3 هي مبدئيا حوت، هي حمل، بس هي اول الحمل تاخد من الحوت. اوكي. يعني عند السنين جدا، عناديه جدا 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 جدا، وهي فاكره نفسها ان هي طول الوقت هي اللي صح بس. وشكاكه. اوكي. هو كام؟ 9 18 18 9 يعني ما انصحهاش لانها تخرج من علاقه مجنونه، لان رجل العذراء دايما اوكي بيجي باسهل الطرق. يعني العند ما بيجيش بيه، الاوردر ما بيجيش بيه، ولما بيلاقي ست كده بيخليها بيعمل فيها بلسم في الاول ويخليها تتعود عليه تتعود عليه تتعود عليه، وبعد كده مره واحده ما تلاقوش. اوكي. اوكي. فهو بيجننها، وخصوصا اخر 10 ايام في العذراء. اللي بيعرف اخر 10 ايام في العذراء راجل هيخرج من علاقه واحد مجنون. بنطمن يا جماعه كل الستات اللي جوزتها. أيوة. من اول هي مش جدي وهاديه، او لو هي مثلا مش ست الجدي او ست
ايه تاني؟ هي متهيألي الجدي بس، الجدي بس اللي ممكن تستحمل ست العذراء، راجل العذراء. راجل العذراء. لان ست الجدي بتستحمل يعني عادي، يعني بتمتص الصدمات. لكن غير كده مش لاقيه بنت او ست في الابراج كلها تستحمل العذراء، تستحمل اخر 10 ايام في العذراء. احنا بنتكلم على اخر 10 ايام تحديدا. لان هو 18. اوكي. هو 18 9. طب هيكملوا الراجل غير الست؟ طبعا بتفرق. هيكملوا ولا مفيش امل؟ مفيش امل. الراجل العذراء اساسا ما بيحبش المسؤوليه، ما بيحبش حد يحسسه بمسؤوليه، هو يعيشها بمزاجه. لكن ما يضغط، لا هو يعمل اللي هو عايزه لان هو طفل كبير. لكن هي تعمل سيستم او حاجه هيقول لها حاضر ويضحك عليها، وفي الاخر هتلاقيه مع سبع غيرها. طيب معانا مسج من ولد يعني 20/4 عايز يعرف كل حاجه. 20/4 حمل تور، ده اخر يوم في الحمل. اوكي. وطبعا عشان هو اخر 10 ايام في الحمل فبياخد من التور. بقول له اللي جاي حلو، بس لان هو سواء الحمل او التور الفتره اللي جايه عندهم حلوه جدا، لان هما بقالهم فتره بيحضروا لبلان معينه، في طريق ماشيين فيه جديد، شراكه جديده، انتقال من حته لحته. بقول لهم استمروا، لان انتوا البلان اللي انتوا عاملينها صح، حلوه جدا وصح، واستمروا في اللي انتوا فيه، لان اللي جاي عندكم فيه طلوع وفي حياه حلوه جدا جدا جدا. يعني ان شاء الله 2020 برضو من ضمن الابراج اللي عندها علا عمليا وماديا، عمليا وماديا، لان معظم الابراج السنه الجايه هتبقى مركزه في الشغل والماده بس اكتر. اكتر من العاطفه. لان يعني الناس تعبت، فبقوا يركزوا في الشغل عشان الشغل هو اللي بيجيب الماده. صح. صح. طيب مسج من بنت بتقول امور حياتي بشكل عام هي 2/3/73. 2/3 حوت. ودي حوت بيور. برج الحوت فعلا 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 من 2012 2013 وهو لغايه النهارده الدنيا عندهم، كل ما بيفرحوا لازم يتنكدوا، ويتنكدوا 3 مرات مثلا، على كل فرحه 3 4 5 مرات نكد، ويبقوا هم قاعدين مكانهم والنكد بيجي لغايه عندهم. بس انا بقول لهم الناس اللي بتصاحبوهم وبتخرجوا معاهم او بتحبوهم، ده اختياركم انتوا وده غلط، دايما بيختاروا الناس الغلط. سواء صحاب او ارتباط. بقول لهم الحاجه الوحيده اللي بتعملوها وبتركزوا فيها صح هو شغلهم بس. الحاجه الوحيده الصح في حياتهم هو الشغل. طيب. غير كده كصحاب او ارتباط اختيارهم غلط 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 غلط. نركز بقى، لان هما بيصدقوا الناس، بيصدقوا اللي قدامهم، يعني بيصدقوا وما بيمشوش بسهوله، لازم الوجع يجي يعني لما يموتوا، يعني بيعمل اللي عليه للاخر وزياده. ما اسمهاش بيعمل، لا بص خلينا نتفق ان لما انا النهارده اشوفك انتي انا عماله اعمل لك حاجات بتضايقك، حاجات بتضايقك، وانتي قاعده لا دي بقى انتي اللي عايزه، انتي اللي عاجبك، انتي اللي عاجبك الوجع يعني، فهماني؟ فانا هيبقى بالنسبه لي الوجع اللي بعمله معاكي مش شايفاه وجع، لان انتي اوريدي متقبلاه بقالك سنين. لان ست الحوت فعلا بتقعد بالسنين، ما هي بتستحمل يعني، هي ما بتبقاش عايزه مثلا ايه لا تاثر في حاجه. خلينا نتفق ان احنا بشر، احنا البشر لما بنلاقي حد قاعد ومستحمل بنقول له بنديله كمان زياده. لان هو اللي سايب لنا نفسه. صح. فاذا كان هو مش خايف على نفسه ومش حابب نفسه، احنا هنحبه. طيب رساله ثانيه بتقول بنت 22/12 برج الجدي، عايزه اعرف عن العاطفه في المستقبل وانا سنجل مش مرتبطه ولا مخطوبه والنصيب تقريبا لسه ما جاش. اوكي. 22/12 هي كوز جدي. اوكي. اوكي. هي الكوز والجدي دي الايام اللي هي ما بين البرجين ديت بتبقى صعبه، لان هي بتبقى شويه كوز وشويه جدي. اوكي. يعني شويه بتبقى ست قويه جدا جدا وعناديه وليدر. ده الجدي. ده كوز. ده كوز؟ الجدي ذكيه وعناديه وكل حاجه بس في سلام. صح. في سلام. الاثنين عكس بعض تماما. الكوس اقوى من الجدي. الاثنين اقوياء، لكن هما الكوس عناديه وطف شويه او قويه جدا، الجدي قويه بس في سلام. يعني عايزه كل حاجه في سلام. اوكي. في هدوء.
فبقول لها يعني القوس السنه دي 2019 كان المفروض برج القوس كان يبقى من الابراج اللي حظها عالي جدا، بس واضح ان الناس كلها من كتر ما اول السنه ان السنه دي سنه القوس اخذ عين كبيره بقى من الناس كلها جاي جابته ارض. احنا بعد كده نعمل تمويه يا سابي قبل كل سنه مثلا اي برج نقول برج تاني. فعلا لما بنيجي نقول البرج الفلاني طبعا اول شهرين بتبقى كل الناس بتركز في الابراج وكده، فلو مثلا قلنا قوس اه يا عم السنه دي بتاعتك، اه يا عم السنه دي بتاعتك، شكرا خلاص. اوكي فالقوس يا حرام من ضمن الابراج ان السنه دي حظه مفيش ونكد ومشاكل، بس ده كله تراكمات سنين فاتت. اوكي واختيارات غلط. عايزين من مره حلقه عن ان البشر في حياه بعض بيبقوا ممكن وشهم وحش على بعض. لان في ابراج وشها وحش على بعض. القوس القوس السنه دي كلنا بعدنا عن ناس كتير الفتره اللي فاتت ودينا ظهرنا لناس كتير قدام في حياتنا، وكل الناس اللي في حياتنا جداد، بس القوس السنه دي كان كل اختياراته عاطفيا ولاصحابه اللي عرفهم ناس ادته طاقه سلبيه او نحستهم. فبقول لها بعادي على الناس اللي معاكي او اللي جنبك الفتره ديت، لان كل الناس اللي في حياتك الفتره ديت هم اللي مديينك طاقه سلبيه ومخلي الدنيا ما تمشيش. ماشي ماشي. معانا مسج من رانيا 13/7 عايزه تعرف كل حاجه حظها وهي متزوجه وعندها ولد وبنت. اوكي 13/7 هي اخر 10 ايام في السرطان. برج السرطان برج عملي جدا جدا او بيشغل دماغه زياده عن اللزوم. بقول لها ان انت الفتره دي عندك حلوه، بس بلاش الشك اللي انت فيه زياده عن اللزوم، لان عمليا ونفسيا وكل حاجه الدنيا ابتدت تهدى عند برج السرطان كتير من اخر شهر 8، والدنيا عندهم ابتدت تتحرك نوعا ما عن ناس كتيره جدا عمليا ونفسيا وكل حاجه. وبقول لها بلاش تشكي، لان الست السرطان شكاكه وبتهول المواضيع. بقول لها ما تكبريش المواضيع، لان هي الحاجات الصغيره بتتمسك بيها وتهولها وتبقى مقفوره فيها وتتعصب عليها، وتيجي في الحاجات الكبيره تلاقيها واقفه ساكته ما بتتكلمش وطيبه يعني كويسه. فبقول لها يعني بلاش تقفش على حاجات هبله، لان الدنيا عندك حلوه. او يعني دايما الواحد يبص للجزء الحلو، لان في ناس كتيره قوي طالع عينها، فانت احمدي ربنا وبص للجزء الحلو وركزي في شغلك، لان برج السرطان الفتره ديت عمليه الدنيا عنده حلوه جدا جدا جدا. فبقول لبنات السرطان الولاد لا، لان الولاد لسه حظهم معليش زي البنت. فبقول للبنت السرطان ركزي في شغلك، لان انت عندك علا جامد جدا في الشغل عمليا يعني. حلو قوي. سابي نرجع تاني بقى لبرج العقرب، عايزين كده نفصص كل الابراج وازاي العقرب بيتعامل معاهم. اوكي تعالى ناخدهم كده سريعا. يلا. البنت وبعد كده الولد. اوكي يلا. بنت العقرب مع الحمل ما ينفعوش خالص. اوكي لان دي اقصى اليمين ودي اقصى الشمال، الاثنين ما بيتقابلوش لان شخصيتين مختلفين جدا. اوكي وهتلاقيهم بيغيروا من بعض ومش طايقين بعض. اوكي بنت العقرب مع برج الثور هينفعوا اصحاب، بس لو جه ظهر ما بينهم هما الاثنين ولد هيتخانقوا ويقعدوا يتكتكوا لبعض مين فيهم اللي يقفل التاني. اوكي لان العند هيشتغل. اوكي بنت العقرب مع الجوزاء ما ينفعوش خالص، هيبقوا شيك في الاول ويبقوا اصحاب كده ويضحكوا لبعض وبتاع، لكن يجوا عند الجد هي عايزه تبقى هي الليدر في القعده وهي عايزه تبقى الليدر في القعده. اوكي بنت العقرب مع بعد كده سرطان هينفعوا جدا، لان العقرب شخصيه قويه جدا جدا جدا. اوكي والسرطان سواء بنت او ولد هي اقوى منهم، فهتعرف تشغلهم او تعرف تحركهم. ماشي. العقرب والاسد هيعرفوا يتعاملوا مع بعض. اوكي بنت العقرب مع العذراء ما ينفعوش. اوكي بنت العقرب مع الميزان في البدايات بس، نهايات مش هتبقى لطيفه خالص. صح. بنت العقرب مع العقرب ما ينفعوش خالص. اوكي بنت العقرب مع القوس تنفع. بنت العقرب مع الجدي تنفع. اوكي مع الدلو ما تنفعش. مع الحوت بدايات هتبقى حلوه نهايات مش هتبقى حلوه. اوكي نيجي راجل العقرب. راجل العقرب بقى سياسي جدا.
ينفع مع كل الستات لان هو ده حقيقي. اكيد ده حقيقي. هو برج مزواج، راجل العقرب مزواج طبعا، وبيحب اقل حاجه اتنين يتجوزهم، اقل حاجه اقل حاجه صباح الخير اتنين، ولو ربنا مديله امكانيات وفلوس اربعه بقى. ممكن ثلاثه واربعه، ولو ينفع كام وثمانيه ويغير فيهم. اللي تعمل حاجه مش على مزاجه يعني يتلكك لها، خلاص انت كده عشك اتقطع، باي باي، في غيرك هيجي. ولازم قبل ما يسيبها يكون مظبط في السبير حد، علشان هو مش عايز الخانه تفضل فاضيه. بالظبط. الله. اوكي. لكن هو يعني واضح، هو معروف بده، ولما يجي يخش مثلا، هو دلوقتي مثلا متجوز واحده، يجي يخش للثانيه يقول لها انا متجوز ومش عارفه ايه، يجي بعد شويه يقول للثانيه ايه، يتلكك لها ويطلع فيها عيوب عيوب عيوب، يقول لها ويجيب لها في النص ان هو اتجوز او ان هو في حاجه انه بسببك، يعني انت اللي وصلتيني ده. هو بيقعد ينكد عليها، يعني هو بيعرف يخلق سيناريو اوكي عشان هو ما يبقاش غلطان. هو ذكي، هو ذكي جدا. هو بيعمل كل حاجه، وانتوا اللي حطيتوني في الموقف اللي انا فيه. صح. ده هيردوا في الاخر، يعني في الاخر هم بيبقوا راضيين. لسانه حلو جدا جدا، لان هو عنده حضور وعنده رد جاهز على اي حاجه. صح. في اي وقت، وذكي جدا ولماح. اوكي. نبعد عن برج العقرب. اذا برج العقرب بس انا بحب برج العقرب، برج العقرب كويس لانه انا حد واضح. ما هو المفروض ان انت اي حد بيجي لك بيعرض لك اي حاجه يا توفيه ما توفيش. بس مش كلهم يا سيدي واضحين، في منهم بيبقوا عندهم دهاء. خلينا نقول مين مع مين. يعني انا اسد مع عقرب اوكي هعرف اتعامل معاه، لكن ممكن انت ميزان عقرب مع العقرب ما فيش. ده الميزان والعقرب ما ينفعوش. طب عشان الموضوع ده مهم جدا ولازم نتكلم فيه بالتفصيل. أوكي. نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع سيدي وبرج العقرب. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا من انبوكس برجك ايه مع خبيره علم الفلك والابراج سابي. سابي منورانا. منوره بيكم. طيب عايزين نكمل كلامنا بقى عن برج العقرب، او تحديدا يعني رجل برج العقرب مع كل برج من الستات بيبقى التوافق عامل ازاي؟ خلينا نقول ان العقرب مع كل الستات اتفقنا احنا قلنا هو كويس، بس ايه الابراج اللي بيبقى معاه فيها دهاء شويه؟ الابراج الايه؟ يعني العقرب بيستخدم ذكائه. خلينا برج برج. اوكي. العقرب مع الحمل مش هينفع. اوكي. العقرب مع الحوت ينفعوا يشتغلوا مع بعض، يبقوا اصحاب لكن ما يتجوزوش. اوكي. العقرب مع الثور ينفعوا مع بعض. العقرب وثور ينفعوا مع بعض. بس في الشغل الثور شخصيه قويه قوي. ينفعوا مع بعض في الشغل، ينفعوا مع بعض في جواز، ينفعوا مع بعض لان هو هيحط سيستم، وده دايما سياسه العقرب، وهي عايزه سيستم. اوكي. فهيتقابلوا. بس هتحس ان هما، تحسي ان هي ماده نظري. تحس ان هما حد فورمال جد، يعني عمليين هما الاثنين جدا، كل واحد عارف هو عايز ايه. بالظبط. في تارجت. العقرب مع الجوزاء ما ينفعوش في الاول، بس هيضحكوا على بعض، بس بعد كده مش هينفع. اوكي. العقرب مع السرطان ينفعوا، بس ست السرطان دايما بتنكد، فهو مش عايز كده. او بتكبر المواضيع او بتهول المواضيع، فهو مش عايز كده. العقرب والاسد ينفعوا مع بعض. اوكي. العقرب والعذراء ما ينفعوش مع بعض. عقرب ومزام ما ينفعوش. عقرب وعقرب ما ينفعوش. عقرب وقوس ينفع. عقرب وجدي ينفع. وعقرب ودلو ما ينفعوش. اوكي. وحوت. عقرب وحوت. سوري. وعقرب وحوت ينفعوا في البدايات برضو. في البدايات بس، لان ست الحوت ما بتحبش الشريك. تحب الحاجه بتاعتها. يعني عايزاها الحاجه لوحدها، ف مش هتقبل بالوضع، مش هتقبل بان هي تبقى اتنين او تلاته او اربعه. سؤال يا سابي، هل في راجل عقرب مخلص؟ على فكره بصي، عايزه اقول لك على حاجه. فاكره مسلسل عبد الغفور البرعي؟ هو متهيألي كان برج العقرب. المسلسل كان معمول على برج العقرب ليه؟ لان هو بيعدل حق ربنا. قصدك الحاج متولي. الحاج متولي. هو بيعدل ودايما بيعمل كده. دايما يا اما يجمعهم، ولو مادياته كويسه بتلاقي في مساواه في الولاد في كله. ايوه. بس هل في راجل عقرب ممكن يكتفي بست واحده؟ لا مفيش. لا. لو ظروفه ماديا على قده
هتلاقيه هيكتفي غصب عنه، هيكتفي غصب عنه، بس هيبص بمقام 80 واحده. طيب سابي عايزين نعرف 17 10 دي مسج. 17 10 ولد. 17 10 هو مزان، هو مزان بس اخر 10 ايام في المزان فبياخد من العقرب. راجل ذكي جدا، لماح، مرتب اوراقه، الدنيا الفتره اللي فاتت ما كانتش حلوه بس اللي جايه عنده حلو، بس لان هو يا راح مكان جديد، يا راح بيت جديد، يا راح شغل جديد، المهم ان هو عنده حاجه جديده هي اللي حطته على اول الطريق الصح، او على اول يعني على اول الطاقات الايجابيه اللي هتديله خير جاي. اوكي، بقول له استمر في اللي انت ماشي فيه علشان اللي جاي حلو، ولو جالك سفر يا ريت تسافر. لان الميزان والعقرب، هو ميزان عقرب، الميزان والعقرب راجل او ست دايما حظهم 10 اضعاف ماديا في حاله السفر، في حاله السفر او في حاله عدم وجودهم في البلد اللي مولودين فيها. اوكي، يعني الهجر او ان هم يسافروا يشتغلوا في بلد تانية بيكون احسن لهم بكتير ماديا. بتلاقي 10 اضعاف وممكن 50% عن البلد اللي هم قاعدين فيها. طيب عايزين نعرف مدى التوافق ما بين 29 12 راجل و 7 7 6. 29 12 راجل. 29 12 راجل هو كوس جدي، اول 10 ايام في الجدي فياخد من الكوس. وكامل بنت 7 7 7 7 سرطان. طبعا يتفقوا مع بعض. يتفقوا مع بعض، بس هي اقوى او هي اسرع، خلينا نقول مش بلاش نقول اقوى، هنقول ان هي اسرع. عايزه كل حاجه بسرعه، عايزه كل حاجه بسرعه، وهو هادي شويه او رتمه بطيء شويه، بس هما كعلاقه زواج تنفع جدا. طب الحمد لله كويس. طيب سيبي نرجع بقى كده، بما اننا لسه في بدايه شهر 11 نعرف توقعات لكل الابراج في بدايه الشهر. خلينا نقول الاول او نعرف الناس ان برج العقرب بيبتدي مثلا من اول 21 10 ل 20 11. عايزين نعرفهم ان من اول 21 10 ل 30 10 ده بيبقى ميزان عقرب، ميزان عقرب، ومن 1 11 ل 10 11 هو ده العقرب البيور. البيور. اوكي، ومن 11 11 ل 20 11 ده بيبقى عقرب قوس. اوكي، صفات ده غير ده غير ده. اوكي، العقرب اللي هو واخد من الميزان ده بيبقى ذكي جدا، لانه ميزان وعقرب الاثنين اذكياء جدا، الاثنين اقوياء جدا، الاثنين بيبقوا ناس قويه عمليه ناجحه، حتى ما عندهمش حاجه اسمها فشل خالص. اوكي، فده قوي جدا جدا جدا، ويتخاف منه ويتعمل له حساب. مش تخاف منه عشان شر، يتخاف منه عشان هو حد ذكي. اوكي، ست وراجل. اوكي، العقرب البيور، العقرب البيور في الست وفي في البنات دايما بيتكتكوا، دايما بيتكتكوا وبيحسبوها، وفي تارجت وعارفين هم عايزين ايه، ما بيردوش باي حاجه. اوكي، الراجل عملي جدا جدا، لانه بيبتدي من وهو صغير. راجل عقرب وجه عام بيبتدي من وهو صغير. من وهو صغير معتمد على نفسه، حتى لو باباه غني، حتى لو باباه معاه، حتى لو اي حاجه بيحب يعمل حاجه كده مستقله بنفسه، وبيعمل كيان وبيعرف يكبره، وبيعرف يعمل، عارفه اللي هو بيعرف يعمل من الفسيخ شربات. بيعمل ده، بيعمل ده بلا نهايه، حتى لو جت ظروف وقعته بيعرف يرجع تاني، يبتدي من اول وجديد ويعلى تاني ويكبر تاني. اوكي، العقرب القوس، العقرب القوس الراجل ده بقى اضعفه، لان راجل القوس دايما طبته مرجعه ورا، طبته او دايما راجل القوس قديم، دايما واقف عند فتره زمنيه بعيده ورا، ما بيعملش ابديت، ما بيجددش من نفسه، ما بيتغيرش، ما بيذاكرش، ما بيطورش من نفسه. فيمكن العقرب اخر 10 ايام في العقرب واخد من القوس شويه، فهتلاقيه اللي هو الدنيا اختلفت. برضو عنده حظ عالي، او عنده، على فكره برج العقرب ست وراجل محظوظين جدا. ده حقيقي، ده حقيقي. اوكي، بس نجمهم خفيف، لان برضو الابراج المائيه نجمها خفيف، يعني دايما لما بيعملوا حاجه العين بتيجي فيهم بتجيبهم ارض. اوكي، فست وراجل في العقرب محظوظين، عندهم مرزقين، مرزقين لان ربنا مديهم نسبه ذكاء غير عاديه. هم مش مرزقين لوحدهم كده، هم مرزقين عشان هم طول الوقت حتى وهم نايمين مشغلين دماغهم. ودي مشكلتهم.
اوكي طيب نبدا بقى بالتوقعات لكل برج. لكل برج الشهر ده يعني؟ اه اوكي. نمسك الحمل. بقول للحمل ان الفتره دي عندك او الشهر ده الدنيا عندك يعني بلاش ياخد قرارات لغايه يوم 15/11. الحمل ما ياخدش اي قرارات خالص لغايه 15/11 لان الدنيا عنده واقفه شويه، او هو اوريدي من اول ما احنا داخلين على العقرب والدنيا عنده مش حلو. فلغايه 15/11، بعد 15/11 يعمل اللي هو عايزه. نيجي للثور. الثور بقول له امشي زي ما انت ماشي، القرارات اللي انت ماشي فيها سليمه جدا جدا، الدنيا ماشيه معاك حلو، وبلاش تسيب نفسك لحد ان هو يلعب في دماغك او يبوظ لك افكارك. اوكي. الجوزاء. الجوزاء عندها حد جديد في حياتها. اوكي. في حاجه جديده في حياتها، في سفر، في حاجه جديده بقى، سواء عاطفيا، شغل، سفر، في حاجه جديده هتحصل في حياتهم هتغير مجرى حياتهم. اوكي. السرطان. بقول لها بلاش تأفوري المواضيع لان الدنيا عندك ماشيه حلوه. يعني لما الدنيا تبقى ماشيه حلوه نركز بقى في شغلنا، نركز في حياتنا، بلاش نقف عند حاجه، او لو حصل اي حاجه صغيره نعديها، بلاش يعني نعطل نفسنا في امور ملهاش اي لازمه. لان انت الشهر ده عندك حلو جدا جدا جدا، بس هو كل الحكايه ان احنا الفتره دي القمر لما بيكتمل كلنا بنتخنق، كلنا بنتخنق، فبلاش تأفوري المواضيع. السرطان. اوكي. بقول لها لغايه بعد يوم 12/11 استوب شويه، لان الفتره دي عندك حاجات هتظهر لك، او عندك حاجات هتظهر لك هتوترك، ما تقلقش. دي برضو بخصوص القمر اللي بيكتمل، بالدنيا بتبوظ عندك او عندك، فبقول لكم يعني اهدوا، ما فيش حاجه خالص، بس بلاش ناخد قرارات في لغايه يوم 12. بعد يوم 12 خدوا القرارات اللي انتوا عايزينها. العذراء. عنده حياه جديده، حياه جديده دي غالبا هتبقى سفر. اوكي. ولو اي حد في العذراء بنت او ولد جاله سفر يا ريت يسافر. اوكي. الميزان. الميزان عمل لحياته حياه جديده، او في ترتيبه، في سعي، بيسعي لترتيب لحياه جديده. المفروض هيتنقل الحياه الجديده دي، هيتنقل لها في جزء في شهر 12 وواحد واثنين، لكن كل الميزان حياته الجديده هتبقى كلهم انتقلوا للحياه الجديده اخرهم شهر 2 اللي جاي. والحياه دي هتبقى حياه سعيده، لان العتبه اللي هم قاعدين فيها او الشغل اللي هم فيه او بيتهم اللي فيه مش حلو. العتبه الجديده اللي رايحين لها سواء عمليا او كبيت اسري، الدنيا هتظبط معاهم من واسعه. اوكي. وهتبقى عتبه حلوه ان شاء الله. برج العقرب. بقول له يعني يعني الراجل ما يتخافش عليه، مش قلقان على الراجل خالص. البنت بقول لها اعملي ابديت، او غيري تفكيرك، او غيري الزاويه، بلاش العند اللي انت فيه اللي بيخسرك، علشان هي حتى لو هتخسر بتعند. فبقول لها يعني ملوش لازمه، ملوش لازمه خالص، لان الدنيا حلوه. يعني بص راجل العرب بيعمل ايه وقال دي بيعمل تغيير، ما بيقفش عند حاجه. هي زي الصعيد، هي عناديه، بتقف وبتبقى عايزه اللي في دماغها هو اللي يمشي زي ما هي عايزه. فبقول لها اتغيري. ست القوس وراجل القوس بقول والله صعبانين عليا السنه دي كلها والفتره دي، خلوا بالهم. عارفه اللي هو يمشوا جوه الحيطه مش جنب الحيطه، والفتره دي كمان عندك لغايه بعد يوم 20/11، وكمان داخلين على برجهم. فدايما كلنا لما بيجي عيد ميلادنا او بيجي برجنا بنبقى مخنوقين، ما بنبقاش فرحانين، بالعكس بيبقى في نكد ومخنوقين ومكتئبين. كلنا ولا برج؟ كل الناس، كل الابراج، كل الابراج لما بيكونوا داخلين على برجهم او عيد ميلادهم بيبقوا مخنوقين، ما بيبقوش مبسوطين على فكره. بيبقوا مخنوقين وعندهم اكتئاب وقلقانين وخايفين وحاجات كده، اهوت لا اراديه مش بمزاجهم. برج الجدي. اللي جاي عندكم حلو لو انتوا حبيتوا نفسيكم. فبقول لهم حبوا نفسيكم، حبوا نفسيكم، حبوا نفسيكم، وخصوصا ست الجدي. اوكي. لان الراجل الجدي اوريدي هو بيحب نفسه. اوكي. برج الدلو. الدلو راجل داخل على حياه جديده، او هو متردد، او هو بيحب الزحمه، او بيحب التغيير، ملول، هو بيزهق راجل الدلو. فبقول لراجل الدلو اثبت على حاجه، علشان التنطيط الكتير انت اللي عامله لنفسك، يعني عمال يتنطط من هنا لهنا 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 لهنا، مفيش حاجه ثابته، ويقول ان مفيش حاجه عنده حلوه او مفيش حاجه بتمشي. طب ما هو انت اللي مش ثابت، مفيش حاجه بتبان في شهر او اتنين، فانت اللي عمال تتنطط كتير. فهده بنت الدلو بقول لها
بلاش الزحمه اللي انت عاملاها في حياتك، لانها دايما بتحب يبقى في الحاجه والسبور بتاعها عندها اقل حاجه 2 3، فبقول لها يعني ركزي في حاجه واحده عشان تظبط الغلط عندك انت. ست الحوت او رجل الحوت بقول لهم غيروا الزاويه اللي انتوا فيها لان انتوا اذكياء جدا جدا، بس مش لنفسيكم. ست الحوت بقول لها اخرجي من عبايه الحب في الحب في الحب دوت اللي هو من الفالنتاين ديت اللي انت عايشه فيها طول السنه. لا، هي بتسعى للحب. ست الحوت دايما بتسعى ورا الحب، ناسيه كل حاجه، بتسعى ورا الحب زي ما تكون الحياه كلها حب حمراء حب ده بديب. اوكي، هي دايما بتحب كل حاجه الحب اللي هو يعني هتغمس كل حاجه بالحب. اوكي، فبقول لها اخرجي يعني عيشي الحياه لان انت ذكيه والمرحله اللي جايه عملنا عندك حلوه جدا جدا جدا، ففوقي لنفسك او اخرجي بره القوقعه. راجل الحوت بقول له اطلع من ميه البطيخ اللي انت قاعد فيه، علشان هو هادي، يعني هو ذكي جدا، بس ليه ماشي بالراحه؟ على فكره عندك حاجات حلوه هناك كتير، الحقها عشان ممكن حد ياخدها قبلك. فاجري شويه، اجري شويه، يعني بلاش الريتم بتاعك الهادي دوت. استاذ المخرج معترض. اجري شويه لان ساعات بتبقى في ربنا بعت لنا خير. مبدئيا احنا كلنا كده ربنا بيبقى عاطلنا خير، بس احنا اللي ما بنسعلوش او احنا اللي ما بنقعد بقى نقول بنستنى الحاجه دي، يا اما كسل يا اما بطئه، يا اما بتبقى في مشكله بنقعد نستهيف ونقعد نتكلم في المشكله 100 سنه ونركز فيها والحاجه الخير بيجي يعدي من قدامنا، احنا مش شايفين ان احنا عمالين نركز في حاجات هبله. محدودين الافق. هو ده. هو اللي انت قلت عليه بالظبط. عارفه انا بتكلم في العموم عن البرج مش على حد. يا ريت كلنا، يا ريت كلنا دايما لما نبقى نلاقي نفسينا احنا الدنيا مش ماشيه معانا او الدنيا مش حلوه نتغير، نعمل العكس، نحاول نعمل عكس ما احنا ماشيين. لا، خلينا نقول ان دايما احسن علاج لاي حد الدنيا واقفه عنده عمال يندب والدنيا وحشه، لا، هو انت اللي محتاج تتغير، انت فكرك محتاج تتغير، انت محتاج تتغير طريقتك، سياستك. دايما لما نفكر في حاجه اسلم حل، لما نفكر في حاجه نعمل عكسها. لا نحتاج لحد نساله ولا نحتاج حد نتكلم معاه، دايما لما نلاقي الدنيا واقفه عندنا يبقى احنا اللي غلط. اوكي؟ لان اكيد الوقفه ديت مش هتيجي في كل حاجه في حياتك، هتيجي في حاجه او اتنين، مش هيبقى في كل حاجه. فاللي عنده كل حاجه الدنيا عنده واقفه ومش حلوه يبقى هو اللي غلط. لما يفكر في حاجه يعمل عكسها، ده علاج على فكره. يا اما لما يفكر في حاجه يكتبها على ورقه وبعد شويه يقراها. لان هتفرق في ايه؟ هقول لك هتفرق في ايه. تعالي النهارده مثلا انت مخطوبه ومتضايقه شويه، اوكي، ومتضايقه من خطيبك مثلا، وانت متضايقه بعتي له رساله، انت مش بعد 10 دقائق بتندمي ان انت بعتي الرساله؟ بقول ايه اللي انا عملته ده. ويا اما بتبقي عايزه تردي الرساله دي هبله، انا عايزه ارد اقوى من كده، يا اما انا افورت. صح، مش كده؟ صح. فلما احنا لما نيجي عايزين نعمل حاجه نكتبها على الورق كانك بعتيها. تيجي تقريها بعد شويه هتاخدي القرار الصح، تشوفي بقى انت عايزه تافوري ولا عايزه تهدي. حلو الحل ده. والله حلو جدا. وكمان 10 دقائق اكتبي، يعني انت دلوقتي كتبتي حاجه، كمان 10 دقائق هتقريها يا هتافوري. طب حسيت ان انا عايزه افور، اكتبي اكتبها برده في الورق. اكتبي في الورقه. لا، في الورقه ثلاث مرات، لازم تكتبي ثلاث مرات. اوكي، وبعد الثالثه هتاخدي القرار، يا اما مش هتبعتي خالص وتقولي ايه الهبل اللي انا عملته، يا اما هتاخدي القرار السليم جدا جدا بعد ما قريتي ثلاث اجابات لنفسك انت بتبعتيهم، وفي نفس الوقت انت ما تكونيش بعتي حاجه وندمتي على حاجه بعتيها. اوكي، فده اصلا علاج، ان انت تكتبي كل 10 دقائق تكتبي حاجه، وبعد 10 دقائق تقريها، يا تضحكي على نفسك يا اما هاخد القرار، يا اما بعد ثلاث مرات تكتبي حاجات، يعني في خلال كل 10 دقايق، يعني في خلال نص ساعه. بعد نص ساعه انت هتبقي اهديتي عشان خرجتي طاقه سلبيه من جواكي على الورقه كانك بعتي. اقوم مصوره الورقه وبعتها له. لا. لا 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 لا، انت هتلاقي نفسك بتاخدي القرار السليم بعديها بعد نص ساعه، تصدقيني هي فتره صح. صغيره، بس خرجتي طاقه سلبيه جواكي. زي ما بعتي، اللي هو ايه، انت بعتي ومتضايقه ان انت بعتي او انت افورتي. ولو قراها مش هعرف اعمل ديليت مسج. لا لا، مش هعرف، مش هعرف. انا بعت خلاص، وبتبقى انت بقى متضايقه ان انت بعتي، تقولي ايه خلاص ما انا بعت، هو لازم يحصل فيه كده ده. أيه. هو بتقعدي تقنعي نفسك، وده هبل طبعا. اوكي، لان انت بس عايزه ترضي نفسك ان انت ما غلطتيش. اوكي، فاسلم طريقه الورقه والقلم.
حلو قوي الحل ده بصراحه يا سامي. طيب اخيرا كده اخر تاريخين يا سامي، بس كل واحد ملوش علاقه بالتاني. اوكي، في بنت 9/8 9/8 الاسد، بقول لها الفتره دي لغايه يوم 12 زي ما قلت من شويه ما تاخدش اي قرارات. اوكي، بعد يوم 12 اعملي اللي هي عايزاه، لان اوريدي الدنيا هتبتدي تفتح معاها. طيب وفي ولد 14/10 14/10 ميزان عقرب، ما يتخافش عليه خالص، اللي جاي كله عنده حلو قوي 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 قوي. بس بلاش علاقات عاطفيه الفتره ديت، بلاش اي ريليشن الفتره ديت، يركز في الشغل لان اللي جاي عنده حلو عمليا. اوكي، لان ربنا ما بيديش كل حاجه. سابي نورتينا، الحلقه عدت بسرعه جدا، الوقت بيجري معاكي. ده حقيقي سابي، شكرا. انا كنت مبسوطه قوي النهارده معاكم بصراحه. احنا كمان هنشوفك ان شاء الله الاسبوع اللي إن جاي شاء الله. شكرا يا نوران. ميرسي حبيبتي. كده خلصت حلقتنا من ان بوكس برجك ايه، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير، وباي باي.